السلام عليكم. هنكمل اليوم في موضوع peripheral nerve injuries. هناخد مثال لل peripheral nerve injuries البيلز بالسي والفيشل بالسي. الفيشل نيرف انجري تعتبر من السنترال نيرفس سيستم انجريز، لكن اذا بدنا نقول lower motor neuron lesion ممكن نعتبرها lower motor neuron اذا كانت below بيلز بوينت اللي بسموه بيلز بالسي. الآن لو جينا نتعرف على الـ definition of the facial palsy والـ definition of the بيلز بالسي. بداية خلينا نشوف بيلز بالسي. It is a lower motor neuron lesion affecting the seventh cranial nerve. إذن هو عبارة عن motor neuron lesion بيصيب الـ seventh cranial nerve. Resultant condition اللي بده ينتج عندي من هذه الaffection يا إما varices في المسكلتشر of the face أو paralysis في المسكلتشر of the face. لو جينا نطلع على الفاشل بلسي which is due to upper motor neuron lesion. Facial palsy due to upper motor neuron lesion which affect the muscles of the face or the facial muscles. مهم جدا عشان نعرف البيلز بالسي ونعرف الفاشل بالسي بدكم تراجعوا الاناتومي of the facial nerve. كلنا بنعرف انه الفاشل نيرف من الكرينيال نيرفز اللي هو عبارة عن 7th cranial nerve originate in the bones في brain stem. طبعا في خلال مروره الفاشيال نيرف بمر بمجموعة من الستركشرز posterior cranial fossa internal auditory meatus temporal bone stylomastoid foramen باروتيد إجلاند. The terminal motor branch طبعا الجزء الخارجي، إذا هذا الجزء في داخل السكال intracranial هنا extracranial وبينقسم إلى 5 branches. في عندي temporal branch zygomatic branch buccal branch marginal mandibular branch cervical branch. الآن الصورة هذه بتوضح الاكستراكرينيال بارت. طبعا هنا المنطقة اللي بيبدأ يطلع منها الكرينيال نيرف الفاشيال نيرف من الكرينيوم لمنطقة الستايلوماستويد فورامين في هذه المنطقة. بعد هيك بيبدأ البرانشز تتقسم. طبعا هاي في عندي التيمبرال برانش زي ما احنا شايفين. طبعا في عندي كمان الزيجوماتيك برانش، لاحظوا هذا الزيجوماتيك برانش. في عندي البكال برانش وفي عندي المانديبولار برانش وفي عندي السيرفايكال برانش. إذا هذه البرانش مهم جدا نتعرف عليها في الاناتومي، لأنه في عملية الاستيميوليشن ماسكولار ستيميوليشن اللي احنا بدنا نعملها الالكتريك ستيميوليشن، في طريقة المساج اللي احنا بدنا نعملها بدنا نعرف اناتومي اوف ذا فيشال نيرف عشان نعرف وين نشتغل في أثناء العمل تبعنا. الفانكشن اوف ذا فيشال نيرف طبعا في عندي موتور فانكشن، ممكن يكون في عندي sensory function autonomic، ممكن تكون parasympathetic. في عندي طبعا parasympathetic secretomotor to the submandibular gland parasympathetic secretomotor to the lacrimal gland a taste of anterior two thirds of the tongue. لو جينا نطلع على الباثولوجي ونعرف شو اللي بصير في حالة facial nerve injury لما بصير عندي فاشل نيرف انجري فاشل نيرف بلسي. طبعا ممكن تكون الاصابات. اذا لو جينا نتعرف على الباثولوجي of the facial
نيرف بلسي. حلاقي إنه في عندي عدة أسباب، ممكن يكون عندي نيوروبراكسيا، ممكن يكون عندي نيوروتميسز، ممكن يكون عندي أكسونوتميسز، وأسباب كتير ممكن تكون موجودة. إحنا ناخد ممكن نيوروبراكسيا، شو اللي بصير؟ طبعا إحنا بنعرف إنه النيرف موجود بيمشي في داخل قناة سموها الفيشل كانال للفيشل نيرف. طبعا الآن نتيجة أي مشكلة معينة، ممكن تكون انفلاميشن أو أيا كان، بصير في عندي سويلينج في داخل القناة هذه. السويلينج هذا بيعمل كومبريشن على الفيشل نيرف، وبيعمل عملية loss of transmission of impulses من الفيشل نيرف أو through the facial nerve، وبالتالي بتقل الكوندكتيفيتي وبتتوقف. ممكن ينتج عنها الباراليسيس اوف ذا ماسلز، ممكن ينتج عنها باريسيس اوف ذا ماسلز. الان عشان نتعرف على الفاشل نيرف والاوريجينز تبعته، احنا عارفين انه الفاشل نيرف اوريجينيت فروم ذا بونز في البرين ستيم. فعندي انا مبدئيا بيكون موجود عندي البرين، موجود عندي البرين ستيم، وموجود عندي طبعا الفيس. الآن في عملية أو عندما بده يصير خلينا نقول ترانسميشن للإمبلس، حلاقي إنه النيرف أو الفاشل نيرف الأوريجين تبعه موجود في البونز. أوريجين أوف ذا فاشل نيرف موجود في البونز اللي من ضمن البرين ستيم. في طبعا عندي الفيشل نيوكليات، النيوكلياي فيشل نيوكليات اللي موجودة هذه، بنلاقيها بتنقسم إلى جزئين، upper part و lower part. ال upper part هو في الغالب مسؤول عن بغذي ال upper face، ال lower part بغذي ال lower face. الآن لو جينا نتطلع على الأوريجين وعلى الباثوي of the facial nerve، حلاقي انه بياخد من الموتور كورتكس في الكونترالاترال سايد، وبيجي بينزل على الابر بارت of nucleate of facial nucleate، وبياخد كمان من السيم سايد ابسيلاترال، وبياخد الابر بارت اوف ذا فيشل نيوكليات، والاوبوزيت سايد كمان الكونترالاترال سايد بتغذي اللور بورشن اوف فيشل نيوكليات في الكونترالاترال سايد. كمان مرة نشوف في الجهة الثانية، هذه طبعا بتغذي الأوبوزيت سايد في الأبر نيوكليات، الإبسيلاترال سايد في الأبر نيوكليات، اللور بورشن أوف ذا فيشل نيوكليات. الآن هذا الجانب حيعمل لي نيوتريشن أو تغذية، الأبر بورشن حيعمل للأبر فيس، واللور بورشن حيعمل للأور فيس. الآن عندما بده يصير إنجري، في احتمالين للإنجري. ممكن إذا لو صار عندي إنجري في الأبر موتور نيوروليجين في منطقة البونز أو above the bones، above the bones حتعطيني الأعراض، يعني لو صار في عندي مشكلة في هذه المنطقة، الأعراض اللي حتكون موجودة عندي حلاقي إنه lower face في contralateral side
صار في affection، في حين انه ال upper face لازال سليم او تأثر بشيء بسيط، لانه بياخد من ال opposite side بياخد innervation. لو كان ال injury عندي below the bones حيعطيني ال both upper and lower face at the same side أو ipsilateral side. مرة تانية، طبعا هذه الإصابة أو هذه الصورة اللي قدامنا، الآن لو صارت عندي below the bones peripheral حنلاقي إنه أو lower motor neuron حنلاقي إنه ال upper face وال lower face affected. لو كانت الانجري عندي upper motor neuron lesion حلاقي انه ال lower face في ال opposite side، في حين انه ال upper face متأثرش لانه بياخد innervation من same side، من same side زي ما احنا شايفين بالطريقة هاي. Signs and symptoms: facial asymmetry, eyebrow drop, loss of forehead and nasolabial folds. كل التجاعيد اللي بتكون موجودة في منطقة النيزولابيال، في منطقة الفورهيد مش موجودة. Dropping of the corner of the mouth زي ما احنا شايفين في الصورة. Uncontrolled tearing، ما بقدرش اتحكم في الدموع، حاجة بسموها crocodile tears دموع التماسيح. inability to close eye بقدرش يسكر العين. lips cannot be held tightly together بقدرش يحط شفايفه على بعض يسكر. difficulty keeping food in mouth حيصير لما ياكل ينزل الاكل من الجهة هذه spillage of the food. facial muscle atrophy بيكون بعد فترة من الزمن ممكن يوصل لمرحلة facial muscle atrophy. absence of blink and mandibular reflex طبعا blink reflex ال eye protective أو protective eye reflex. the causes idiopathic and usually self limiting ممكن يكون من أسباب air draft لفحة الهواء، ممكن يكون البرين ستيم ليجنز وهذا بيكون فاشل نيرف، هذه في الغالب ممكن نشوفها في البريفرال نيرف في البيلز بالسي. سيريبرو فاسكولار اكسيدنتس سي في اي، مالتيبل سكلروزز اوتايتس ميديا، رامسي هانت سيندروم، تروما، سيرجري، كل هذه من الكوزز اللي ممكن نشوفها احنا في حالات الفاشل بالسي. الفيشل نيرف ممكن يكون او فيشل نيرف بلسي ممكن يكون نتيجة او بعد انترا اورال سيرجري. grading of lower motor neuron weakness طبعا ممكن يكون عندي انا الجريد اللي انا بستخدمهم zero trace fair normal، zero no contraction، trace minimal contraction، fair movement with difficulty، normal movement with resistance. لو جينا نطلع على comparison between upper motor neuron lesion and lower motor neuron lesion حنلاقي انه في upper motor neuron lesion paralysis of the muscles of the lower half of the face on the opposite side زي ما شفنا في الصورة. paralysis involved in the voluntary movement but spares emotional and associative movement. hypertonia and hyperreflexia في حين انه lower motor neuron حلاقي انه في عندي paralysis upper and lower face affecting voluntary and emotional movement sympathetic or parasympathetic. hypotonic او and hyporeflexic. prognosis
60-80% من الحالات بصير في عندهم complete recovery. شو العوامل اللي بتأثر prognostic factors؟ كل ما كان الشخص more young كل ما كان better prognosis. incomplete paralysis tend to recover completely. الحالات اللي بيكون في عنده varices بيكون recovery أفضل وفي الغالب full recovery. if recovery begins between days 10 and 21 days satisfactory result is obtained. لو بدينا نشوف النتائج خلينا نقول الريكفري او بداية الريكفري بعد 10 ايام تقبى في امكانية انه يصير في ريكفري بشكل مرضي وبشكل جيد. presence of systematic disease زي حالات لما يكون في بعض المرضى معهم ديابيتس مع هايبرتنشن هذه بتزود الفترة اللي حيتعالج فيها فترة الشفاء وفي نفس الوقت ممكن النتائج ما تكونش مرضية للمريض. المانجمنت طبعا في ميديكال مانجمنت وفي فيزيوثيرابي مانجمنت لكن بشكل عام بروتوكول اوف مانجمنت بدنا نعمل بروتكشن للاي احيانا ممكن نعمل سيرجري نيرف ترانسبلانتيشن في بعض الحالات ترايبيز ثيرابي كورس سترويد ماست بي بينيفيشال في حالات البيلز بالسي رامسي هانت سيندروم ممكن ناخذ اللي هو نعطي اسايكلوفير ممكن في بعض الحالات سيرجيكال انترفينشن يلزمها وينعمل سيرجيكال ديكومبريشن نيوروماسكولار ريتريننج فيجوال فيدباك طبعا كفيزيوثيرابي موضوع الفيزيوثيرابي اسيستنس واللي حتركزوا عليها ان شاء الله رب العالمين في يتركز عليها في الجانب العملي حيتشمل الاسسمنت حتشمل الفيزيوثيرابي انترفينشنز ايش الوسائل اللي ممكن تنعمل في مجال العلاج الطبيعي والسلام عليكم.